ما يبدو أن لاعب الكرة ليسوا الأعلى دخلا بين الرياضيين. المزيد في تقرير محمود علاق، نتابع. خلافا لما يعتقد كثيرون، لم يحل البرتغالي كريستيانو رونالدو أولا في قائمة أصحاب الأجور الأغلى بين لاعبي الكرة. رونالدو الذي مدد أخيرا تعاقده مع فريق ريال مدريد الإسباني مقابل عقد مغري تقدر قيمته بنحو 17 مليون يورو سنويا، يتقلص دخله الصافي الحقيقي بعد حساب نسبة الضرائب المركبة التي تفرضها القوانين الإسبانية ليبلغ نحو 14.3 مليون يورو سنويا، وهو ما يضعه في المركز الثاني خلف السويدي إبراهيموفيتش الذي يتقاضى نحو 14.5 مليون يورو سنويا صافيا، ويحظى بخصم أقل مستفيدا من القوانين الفرنسية التي تفرض نسبة أقل من الضرائب على لاعبي الكرة. ثم يأتي في المركز الثالث نجم آخر يلعب في البطولة الفرنسية، هو الكولومبي رادميل فالكاو لاعب موناكو بنحو 14.4 مليون يورو قبل البرازيلي تياغو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بإجمالي 12.6 مليون يورو. أما أفضل لاعب في العالم 4 مرات الأرجنتيني ميسي فيحتل المركز الخامس بصافي أجر سنوي يبلغ 10.5 مليون يورو، يليه الويلزي غاريت بيل بإجمالي دخل سنوي يبلغ 9.4 مليون يورو، وفي المرتبة 7 و8 يحل نجم وسط برشلونة تشافي هرنانديز وأندرياس أنيستا بأجر سنوي واحد يبلغ 8.3 مليون يورو لكل منهما. هي مبالغ طائلة يتقاضاها هؤلاء اللاعبون إذا ما قورنوا بزملائهم في اللعبة، ولكن هل هم كذلك مع نجوم الرياضة الآخرين؟ الإحصائيات التي تعتمدها أشهر المؤسسات الاقتصادية تقول أن لاعبي الكرة يفقدون الكثير من بريقهم مقارنة بلاعبي كرة السلة ككوبي برايانت أو لاعب الجولف تايجر وود ولاعبي البيسبول وكرة القدم الأمريكية وحتى لاعبي التنس فيدرر ونادال. قد تكون كرة القدم هي الأكثر استقطاباً وشعبية حول العالم، ولكنها لا تعني دائماً أنها المكان الأفضل لتحقيق أكبر قدر من الدخل والأرباح على المستوى الشخصي في عالم الرياضة.